واش غادي دير؟ غادي نخيرو حرف نبدو به هاي، والحرف اللي نبدو به كي نقول لك حرف، نقول لك كلمة تبدأ بحرف الغاء. قال غوريلا هاي، انا كي نقولها لك انت شدير تقول لي الكلمة تبدأ بحرف اللام، الحرف التالي اللي قلته انا هاي. ها نبدو بالسهل، غوريلا بحرف اللام، ايش تقول لي انت ضرب؟ تقول لي كلمة بحرف اللام. ليمونة مليحة. عاود انا نقول لك نملة ولا نمير، روح نمير، خصك كلمة بحرف الراء، قول لي أي كلمة. هذه لا ما كاينش الكلمة هذه، واش مكلم؟ كلمة رياح تبدا بحرف الراء، شتا؟ اي كي تغلط ما تعرفش تقول لي كلمة، انا ندي وحدة صاي، ندي وحدة، وكي انا نغلط انت شا تدي وحدة، ونشوف وش اللي عنده بزاف صاي. اي ابدال، غادي نبدو بحرف، نبدو واش من حرف، واش من حرف، واش نبدو لك بهذا الحرف. هاي روح، هاي قول كلمة تبدأ بحرف القاء. صح، روح قلم، يلا هاي قلم. مسطرة. تيار، روح هذه كي تعرفت، قلتها لك انا وحده. تيار ني. ريشة. عاود رديتك الحرف اي، ريشة خصك بحرف التاء. كاين حيوان بحرف التاء؟ اي وش هو الحيوان؟ تمساح. شتا بالحرف الحاء. حوت. عاود انت حرف التاء. اي قول لي حرف التاء. اي تمساح. الله قلتها غير دروك، الكلمة اللي قلناها ما نعاودوهاش. حوت أزرق. صوت لك أنا حوت، نقول لي بحرف التاء مش بحرف الحاء، أرق غلط، ندي واحدة. كاين بحرف التاء، توف هاي هذه نسيتها، هذا ما تعرفهاش. تفاح. نعم تفاح بحرف الحاء. بس لا قلنا حمار. حبة بحرف التاء. نعاود نقولوا للتاء، يلا تعلبون. ثعلب مش بحرف التاء، ثعلب بحرف الثاء، ثعلب بن هذا، ثعلب بن دي. ايوه تمرة. قلناها تمرة. قلناها زعما. اي نقول لي كلمة واحدة أخرى بحرف الراء، بحرف التاء. واحد، زوج، ثلاثة،
أربعة، خمسة. ها خسرت.